كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في العديد من الملفات لتطوير منظومة الصحة. وقال عبد الغفار إن هناك خطوات متسارعة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني رغم التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تحقيق إنجازات في عدة ملفات منها الصحة العامة والوقائية. مفيش ملف اتفتح في جلسة الحوار إلا والدولة واخدة فيه خطوات، عندها فيه رؤية واضحة هي عايزة تروح فين. بنستفيد كثير من الآراء والأطروحات التي تم، لكن ملف الأجور خدت فيه الدولة خطوات، ملف التأمين الصحي الشامل الدولة تسير فيه بخطوات متسارعة جدا، التدريب والقواعد الحاكمة للتدريب، الميكنة وميكنة الرقمنة ومنظومة ورقمنة منظومة الصحة. فالحقيقة هو حوار مفيد جدا، ويؤكد فائدته أن السيد الرئيس صرح بأنه سوف يتم تنفيذ مخرجاته المتفق عليها. في الأغلب كل المخرجات، كل الكلام اللي اتقال هو متفق عليه. آليات التنفيذ بتواجه تحديات أكيد نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية، لكن احنا بنتحرك في هذا الاتجاه بخطوات متسارعة جدا، بنحقق نجاحات بارزة في ملفات زي الصحة العامة والصحة الوقائية، بنحقق نجاحات أقل في ملفات أخرى، لكننا نسير على الطريق الصحيح.